السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الكرام، ونحن في صبيحة الأحد لثمان بكين من ذي الحجة الحرام لعام 39 و400 وألف من هجرة العدنان عليه الصلاة والسلام، وهذه وقفات مع تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، ونحن مع قول ربنا عز وجل في الآية 21 من سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. من فوائد هذه السورة أنها هي أول أمر في القرآن، هذا أول أمر في القرآن تأمله يا عبد الله، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أول أمر في القرآن إفراد الله عز وجل بالعبادة، وأول نهي الآية 22: فلا تجعلوا لله أندادا، النهي عن الشرك. وأول دعاء في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم. وما هي الصراط المستقيم؟ كما في سورة الشورى: وإنك لا تهدي إلى الصراط المستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا أمر عام لكل الناس، هذه فائدة أصولية، هذه فائدة أصولية. يا أيها الناس اعبدوا، فالألف واللام هنا في الناس من الفوائد الأصولية في علم الأصول، تفيد الاستغراق لكل الناس، الأبيض والأحمر والعربي والأعجمي والرئيس والمرؤوس والحر والعبد، الناس كلهم، لأن كلمة الناس تأتي في القرآن أحيانا ويقصد بها أهل الإيمان، وتأتي ويقصد بها أهل الكفر، وتأتي ويقصد بها العموم، هنا تأتي ويقصد بها العموم. سنبين كلا في مظان حتى لا نطيل عليكم. إذن هنا الألف ولام تفيد الاستغراق، وهذا هي مسألة أصولية. اعبدوا، الأمر هنا أيضا أمر عام، الأمر هنا أمر عام لكل الناس وليس لطائفة دون أخرى، كل الناس مطالبون بإفراد الله عز وجل بالعبادة. قال تعالى في أسلوب الحصر والقصر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. ربكم مضاف، ومضاف إليه أيضا، وهذا فائدته العموم، أن الله رب الجميع، رب الكل تبارك وتعالى، وليس ربا لطائفة دون طائفة أخرى. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلق الناس جميعا تبارك وتعالى، هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام، هو إفراد الله بالعبادة، وهو العبادة الجامعة، وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره. فأمرهم تعالى بما خلقهم له، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من ثمرات إفراد الله عز وجل بالعبادة التقوى، قال علي: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقيل والاستعداد ليوم الرحيل. خل الذنوب جميعها ذاك التقى، وكن كماش على أرض شوك يحذر ما يرى، لا تحقرن من الذنوب صغيرة، فإن الجبال من الحصى. انتهينا مم. مع هذه الوقفات العدة في هذه الوقفات في دقائق، وإن شاء الله إلى لقاء قريب مع آية أخرى متفقهين فيها، متوصلين إلى معناها، عاملين بمقتضاها. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.